لم تكن تسمية الحسن الثاني بالفنان الأول عبثا في المغرب، فقد كان الرجل كاتبا وخطيبا ومؤلفا وكاتب كلمات وعازفا وموسيقيا، ويتمتع بثقافة فنية كبيرة، بل وكان محاورا فنيا كبيرا ومتتبعا للشأن الفني بشكل كبير. باختصار، إنه يمتلك سيرة فنان له العديد من الأصدقاء والصديقات من الحقل الفني، لكن ما سبب عشقه وحبه الكبير للسينما؟ هذا ما نحاول رصده في هذا التقرير التاريخي عن الملك الحسن الثاني والسينما. ابقوا معنا، دعموا القناة واشتركوا فيها دعما لهذا المحتوى. في الطابق الخامس بالقصر الملكي، وبالضبط بإقامة الملك الحسن الثاني، وهناك أيضا قاعة عرض سينمائية مسبوغة باللون البني والليموني، تم إعدادها في صالون قديم بالطابق السفلي، حيث كان الحسن الثاني يستطيع أن يدلف إليها عبر مصعد مخصص له انطلاقا من غرفة نومه بالطابق الخامس. في القاعة المذكورة تمت نحو 50 مقعدا، يوجد في وسطها كرسي الملك بلون مختلف، وأمامه طاولة ووضع فوقها جهاز هاتف ومطفأة سجائر ومسبحات. كان الحسن الثاني يرتاد قاعة السينما بشكل مكثف، وحينما كان يفعل فإن طاقمه الحريمي كان يرافقه، وأقربهن إليه تحمل في يدها ما يشبه حقيبة يوجد بداخلها مسدس الملك، وبمجرد ما يتم إطفاء الأنوار تلتحق الخادمات بقاعة العرض دون إحداث ضجيج. كانت تعرض أفلام الرعب والمغامرات، في حين كانت أمه تفضل أفلام الهنود الحمر، كان الحسن الثاني يفضل أفلام ألان دولون، كاترين دينوف، ولويس دوفينيس، وسين كونري، وأفلام التاريخ القديم المدبلجة باللغة الفرنسية التي تعود لسنوات الستينيات، وكل أفلام الجمهور وعشاق السينما كان يشاهد كل الأنواع. وفي مواجهة قاعة السينما كان هناك بهو من الرخام الأبيض يؤدي إلى صالة استقبال تتوسطها نافورة، المكان مخصص للأعياد الكبرى الرسمية، حيث كان الحسن الثاني يتلقى التهنئة من النساء ومن جزء كبير من أفراد أسرته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.